شوف انت وحشت، انا غنموت لبوها لهانا، الله اللي عالم. نيتي خرجت ما بقات رجعت، جات غنجيبها بانيني ونرجع وما بقات جاوبتني. جاوبتني في التليفون ملي عيطت عليها ما جاوبتنيش. مشينا عند البوليس وما غيديروا معنا حتى حاجه. هادشي اللي كاين. كيقول لنا سيروا حتى الغدا، سيروا حتى الغدا، وملي رجعوا كيقول لنا باقي ما جاش الدري اللي غدو مع داك زكريا. ورجعوا تاني يقول لنا سيروا حتى الغدا، وكيضحكوا علينا حنا كنموتوا. صافي بحال هكا من بعد 10 دقائق وانا رجع نعيط ليها، تليفون طافي ما كتجاوبش. الان دابا مغيبه دابا اختي شي 17 يوم، قبل راس العام بثلاث ايام. درنا ديكلاراسيو، درنا كل شيء، مشينا عند البوليس، درنا كاع الاجراءات، قلب ما خلينا اختي فين قلبنا. العائله حنا ساكنين، العائله ساكنين كاملين في الدار، ما عندنا حتى عائله من غير خالتي. كاين عندنا واحد خالتي في العربيه تصلنا بها، ما عندهاش حد، ما عندها لا صحابات لا والو. هي مستوى الدراسي ديالها خارجه من الثالث، ما دارت دارهم ما في حالو، مش ما كاينش اللي غيسندها باش غتوصل لشي حاجه اللي باغاها هي. والدين على قد الحال، ووالديها كبار في السن، ما عندها لا خوها لا والو. اختي انا بين اختي اختطفوها، واخا هاد الهضره اللي كنقول ما تقبلوهاش الشرطه، قال لك لا ما يمكنش يختطفوا اختك حيت كبيره في السن، عندها 16 عام، 16 عام كبيره في السن. والسيده بقى قصيره اختي وكيقول لك كبيره في السن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.